آخر الأمثلة لهذا الوجه، يعني وجه الإعجاز العددي في القرآن الكريم. الوجه الآخر الوجه المعجمي للقرآن الكريم، كيف أن القرآن استعمل ألفاظ نحن في عرفنا اللغوي نقول مثلا أن في اللغة توجد ظاهرة نسميها ظاهرة الترادف في اللغة. الترادف هو أن توجد مجموعة ألفاظ تدل على معنى واحد. نحن نقول مثلا السيف والمهند والصارم والبتار والقاطع ومئة اسم الم للسيف، وأجلكم الله الفرس والمه ومجموعة أسماء للفرس، وهكذا عن الإبل والنبات وكذا وكذا. هذه ظاهرة تسمى ظاهرة الترادف في اللغة العربية. هذا الترادف نشأ عن تباعد، علماء اللغة يقولون نتيجة التباعد، يعني الواضع الأول للغة حينما يقول إن هذه قنينة مثلا، قنينة ما لا يمكن أن يسميها بمسمى آخر، لا هو يسميها ماذا؟ قنينة ما، هذا انتهت. ولكن التباعد للغة بعد مرور سنوات ووجود لهجات في اللغة العربية، كل لهجة تسمي مسمى، وتقارب هذه اللهجات وجدت أكثر من مسمى لهذا الشيء، في كل لهجة مسمى. العرب تسمي السكين سكينة وتسميها المدينة، والعرب تقول البر وتقول الحنقة، والعرب تقول كذا كذا، يعني توجد أكثر من مسميات لماذا؟ لمسمى واحد. حتى طبعا أسباب يحتاج إلى شيء يعني من الدراسة، أسباب في اللغة. القرآن نتيجة لأنه معجز لغوي، ولأن العرب عجزت أمام هذا المعجز، ماذا فعل؟ كان من الدقة بحيث أنه فرق بين الكلمة وأختها في اللغة، تفريقا يعني غاية في الدقة، وهو واحد من مواطن الإعجاز القرآن التي أعجزت العرب وأعجزت من تحدى القرآن بأن يأتي بمثله. كيف ذلك؟ في اللغة العربية شاع الاستعمال، وحتى عندنا في المتداول العامي لدينا، أن كلمة زوجة تقابلها كلمة ماذا؟ امرأة. يعني أنا أقول زوجتي وأقول ماذا؟ امرأتي في الاستعمال، حتى في المعجم العربي. ولكن في الأصل الجذر، أصل الجذر اللغوي، هناك فرق بين كلمة زوجة وكلمة امرأة، وبين كلمة زوج وكلمة بعل مثلا. ما الفرق بين كلمة زوج زوجة وكلمة امرأة؟ كيف استعمل القرآن هذا الأمر وهو مترادف؟ هل خلط حينما يأتي القرآن ويصف يقول زوجات ويقول زوجة ويقول امرأة فلان وزوجة فلان، أو أنه فصل بينهما حتى تكون اللغة القرآنية غاية الدقة؟ القرآن فصل فصلا نهائيا وحتميا، ووضع للدارس والمتتبع وضع أسس لهذا الفصل. ما هو هذا الفصل؟ القرآن في كل متنه، في كل المتن القرآني يسمي مثلا زوجات النبي بأنهن ماذا؟ زوجات. لم يقل في كل المتن القرآني إنهن امرآت للنبي، أو سمى إحداهن امرأة النبي. والقرآن في كل متنه يقول يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، لم يقل أنت وامرأتك الجنة. في المقابل القرآن في كل متنه يقول امرأة فرعون وامرأة نوح وامرأة لوط، لم يقل أبدا زوجة فرعون، ولم يقل زوجة لوط، ولم يقل زوجة نوح. واضح كيف؟ فكأن القرآن يلمح إلى مسألة مهمة جدا في اللغة موجودة، إن الزوج والزوجة ما اكتمل النصاب الزوجي بينهم اكتمالا تاما من دون أي قطيعة، وإن الزوج والزوجة إذا ما حدث بينهما قاطع أصبحت امرأة وزوج، لا تسمى زوجة وإنما تسمى امرأة فلان. هذا القطع أو هذه القطيعة معرفية علمية كذا، كيف يصف القرآن؟ يعني القرآن يقول مثلا امرأة العزيز كلاهما على اتجاه واحد، ولكن هناك قطيعة بين الزوج وزوجته. يقول امرأة نوح والقطيعة واضحة بين امرأة نوح،
كيف هو اتجاه نوح وما هو اتجاه امرأة نوح. ويقول مثلا امرأة لوط، والقطيعة أيضا واضحة بين لوط وامرأته. ويقول امرأة فرعون، أصبح الأمر معاكس يعني، ما راح كيف؟ يعني إذا كان الرجل صالح لوط ونوح هنا، الامرأة هي صالحة وفرعون ماذا؟ غير صالح، فأصبحت القطيعة بينهما. الشيء واحد غريب في هذا الإعجاز حتى يكمل هذا الأمر، الغريب في هذا الأمر أن القرآن فعل هذه القطيعة سواء كانت نفسية أو يعني قطيعة مودة أو رحم أو كذا، أي كان شكل. فالقرآن حينما يأتي الحديث عن زكريا وزوجة زكريا أو امرأة زكريا، والقرآن يستعمل كل اللفظين معهم، يقول يعني كوني مستحضرني، وكانت امرأتي عاقرة، امرأتي عاقرة، وزكريا وزوجته من ناحية الدين والاتجاه النفسي واحد، كلاهما واحد، لا خلاف بينهما، ولكنه في النص القرآني أقصد، لكنه في النص القرآني يصف زوجة زكريا بأنها ماذا؟ امرأة، وكانت امرأتي عاقرة. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، امرأته، ولم يقل زوجته، على الرغم من أن الاتجاه ماذا؟ واحد. لماذا القرآن شق هذا الأمر؟ قالوا لأن امرأة زكريا ما بها عقيم، غير قادر على الإنجاب، ولذلك هناك خرق في العلاقة الزوجية. فالقرآن وسمها بامرأة، واضح كيف؟ موطن الإعجاز ها هنا، حينما جاء القرآن الكريم فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وصلحنا له زوجة، تحولت حينما أنجبت من امرأة إلى ماذا؟ زوجة في الاستعمال القرآن. هكذا دار القرآن في كل نص القرآن، حينما اكتملت العلاقة بين الزوج وزوجته تحولت من كونها امرأة إلى ماذا؟ والقرآن تحول بعد ذلك بالخطاب لامرأة زكريا بأنها زوجة، بينما كان يخاطبها بأنها امرأة. وعن واضح أظن أن الفرق بين كلمة امرأة وزوجة في النتاج وفي الخطاب القرآن، هذا وجه من وجود الإعجاز القرآني واحد، وهناك العشرات من هذه الكلمات، العشرات يعني أقصد بالعشرات العشرات من هذه الكلمات، يعني حينما نقابل بينها نجد هذا الاختلاف. مثال آخر وهو يعني بسيط وأحاول أن أختم به كلامي، كلمة الحية والثعبان والأفعى، نحن والعرب من باب التردد يستعملون الحية والثعبان والأفعى للدلالة على هذا الحيوان المعروف لدينا، واضح كيف؟ مرة نسميه حية، مرة نسميه ثعبان، مرة نسميه أفعى، مرة نسميه جان، بهذه التسمية. القرآن لا، لم تكن هناك اعتباطية في تسميته لها، يستعمل كل مفردة في موطنها، ويحرك الخطاب القرآني وفق هذا الموطن، بحيث أن الصورة حينما تأتي تأتيك وفق هذه المفردة التي يستعملها القرآن، ولا يخرق هذا النظام أبدا في كل الاستعمال القرآني. فهو مثلا على سبيل المثال يقول قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، ويقول أيضا فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر، هناك اسمها ماذا؟ حية تسعى، وهنا اسمها جان. لماذا؟ الحية في الاستعمال اللغوي هي الأفعى أو هذه الحيوان الذي فيه جزء من الطول والذي يسير انسيابيا، يتحرك بهذه الانسيابية. قال ألقها يا موسى فهي ماذا؟ حية تسعى، السعي هو الحركة بانسيابية، بينما بالآية في الآية الأخرى قال تهتز كأنها جان، مو تسعى، تهتز، يحتاج ماذا؟ الاهتزاز يحتاج إلى سرعة حركة، فسماها ماذا؟ جان، لأن الجان في اللغة الأفعى الصغيرة التي تتحرك بسرعة، بينما الحية الأفعى التي تتحرك بماذا؟ ببطء، فأطلق عليها حية تسعى، وهنا قال تهتز كأنها جان، والفرق واضح ومعلوم بين الاثنين. النوع الآخر الذي هو ماذا؟ الثعبان،
استعمل القرآن في يعني في في دقة عالية متناهية في الخطاب. يقول فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وفي نصوص أخرى فإذا هي ثعبان تلتقف أو تلتقف ما يعملون ويفكون النص القرآني. إذا فالثعبان هو تلك الأفعى العملاقة الكبيرة، واضح؟ ليس من الحكمة في الخطاب القرآني أن يقول في ألقها فيلقاها فإذا هي تلتقف، واضح؟ فإذا هي ثعبان تلتقف، لو قال فإذا هي جان تلتقف لا، كان سخرت العرب على القرآن من القرآن سخرية كبيرة، ولو قال حية تلتقف أيضا لسخرت، ولكنه قال ماذا؟ ثعبان. والعرب تتصور هذه الصورة، يعني العرب في سابق الآن قبل أن تختلط الأمور مثل ما لدينا الآن، حينما يقال ثعبان تأتي في ذهنهم الصورة العملاقة لهذه، وحينما يقال جان تأتي هذه الصورة الصغيرة للحية، وحينما يقال الحية تأتي هذه الصورة المعروفة التي بين أيدينا وأيدينا. هذا الأمر جزء واضح من وجوه الإعجاز القرآني. أظن الوقت أدركنا إحنا، ولكن أنا أحب أن أنوه أن القرآن يجب يا أخوتي يجب أن يقرأ القرآن هذه القراءة، يعني أن يقرأ الإنسان في رمضان سورة واحدة من القرآن بتدبر معاني القرآن وإعجاز اللغة، خير له من أن يقرأ ما كل القرآن مرات ومرات ومرات. أن يقرأ آية واحدة خير له من أن يقرأ كل الآيات. وهذا الأمر ينعكس أنا بين أيدي أعداد كثيرة، مثل كلمة الكأس والكوب، كلمة الفلك والسفينة، كلمة التراب والصعيد والثرى، كلمة المقعد والمجلس أو المقاعد والمجالس، كلمة الروح والنفس، كلمة الملة والدين، كلمة القرض والدين، كلمة العاقر والعقيم، كلمة اللهو واللعب في القرآن، كيف أننا نستعملهم مترادفة، وكيف أن القرآن يفرق في ذلك الاستعمال، لكن الوقت لا يسمح أن نتحدث عن كل شيء. الأمر الأخير الذي أشير إليه إشارة سريعة هو كيف استعمل القرآن الأساليب العربية كجزء من إعجاز القرآن. ولعل أبسط الأمثلة وأقربها بين أيدينا هو استعمال مثلا الفاتحة على سبيل المثال. الفاتحة قال القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الحمد اسم، الحمد لله رب العالمين جملة اسمية، الرحمن الرحيم جملة اسمية، مالك يوم الدين جملة اسمية، إياك نعبد وإياك نستعين جملة اسمية، اهدنا الصراط المستقيم جملة فعلية. تحول القرآن من نمط الجملة الاسمية إلى نمط الجملة الفعلية. في اللغة العربية الجملة الاسمية بأبسط شرح، الجملة الاسمية تدل على الثبات، والجملة الفعلية تدل على التحرك والتحول. نحن نقول مثلا قائم زيد، يدل على أن زيد ما به قائم، ولكن نقول يقوم زيد، تدل على أن زيد كان جالس ثم ماذا؟ قام. أبسط مثال تكون صورة واضحة، يعني الجملة الفعلية ثابتة، قائم زيد قيامه ثابت، والجملة الاسمية عفوا الجملة الاسمية ثابتة والجملة الفعلية متحركة تتغير. القرآن في الفاتحة لماذا استعمل الجمل الاسمية ثم تحول إلى الجملة الفعلية؟ استعمال الحمد لله رب العالمين لأن الحمد لا يكون إلا لله، ولذلك يحتاج إلى الجملة ماذا؟ الاسمية الثابتة التي تثبت الحمد لله. الرحمن الرحيم ليس هناك من يتصف بهذه الصفات إلا الله، ولذلك نحتاج إلى الجملة الاسمية التي تثبت ذلك. مالك يوم الدين ليس هناك من يملك يوم الدين إلا الله، ولكن ولذلك نحن نحتاج إلى الثبات. إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة والاستعانة لا تكون إلا لله، ولذلك نحن نحتاج الثبات. اهدنا الصراط المستقيم، الهداية ليست من الله فقط، الله يهدي والنبي يهدي والمؤمن يهدي وغيره يهدي، ولذلك القرآن حول النمط من الاسمية الدالة على الثبات إلى الفعلية الدالة على التعدد. واضح كيف في أبسط جزئية من الاستعمال القرآني، كيف استعمل القرآن
الجملة الاسمية، وبمكان آخر استعمل ماذا؟ الجملة الفعلية للدلالة على الفرق بين الاثنين. وهذا النمط في الاستعمال للجملة الاسمية والجملة الفعلية في كل القرآن الكريم. حينما يستعمل الجملة الاسمية فإنه يحتاج إلى ثبات ويحتاج إلى ثبات، ولا يخرق القرآن هذا القانون أبدا. لا يخرق القرآن هذا القرآن، يعني سار على نمط عجيب في استعماله للصيغ الفعلية والاسمية في خطابه. وشيء بسيط في ما دمنا نعرج على سورة الفاتحة وأختم، استعمال القرآن لقوله بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم أيضا صاخب صورة بصيغة عفوا ثابتة. وقال القرآن بسم الله الرحمن ثم ماذا؟ الرحيم. جاء بصيغة فعلان ثم بصيغة فعيل في القرآن الكريم. فعلان في اللغة العربية تدل على التحول والتغير، وفعيل تدل على الثبات. وإحنا سبعاميتنا بالذات شو نستعملها؟ نستعملها بكثرة، يعني الإنسان لو فترة من الزمن صديق لي ما شايفه، من راح أشوفه مثلاً أقول له شو أنت ضعفان، هذا الكلام شيء يدل على إنه شنو كان سمين هسه ماذا؟ ضعف. أول قلنا أنت سمنان كان ضعيف وهسه شنو صار سمين، واضح؟ يعني صيغة فعلان تدل على ماذا؟ على التحول في الشكل. بينما مثلاً أتمشى وهو كان وياه صديق آخر فأقول له شو أنت سمنان، صديقه اللي بجنبه يقول لا هو سمين كلام، يعني هو شنو صيغة ثابته على وزن فعيل، هو سمين او هو ضعيف على وزن فعيل، يعني ثابت هو هذا شكله. بينما انا اقول له على وزن فعلان، يعني هو متحول من شكل الى اخر. القران قال بسم الله الرحمن الرحيم، جاء بصيغه فعلان ثم ماذا؟ فعيل. لماذا لم يقل القران بسم الله الرحيم الرحمن؟ بسم الله الرحيم الرحمن. سأقول قد يعني نرى أن الأمر مستهجن، ولكن هذا الاستهجان من كثرة الاستماع. لو جاءت بهذه الصيغة استحببنا هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم، لماذا قال بسم الله الرحمن الرحيم ولم يخلق؟ المفسرون يقولون إنه جاء بصيغة فعلان للدلالة على، طبعا المعنى بظاهره رحمة برحمة، الرحمن وماذا؟ الرحيم. ولكن الرحمن متحولة لأنها على وزن فعلان، والرحيم ثابتة. قالوا لأنه جاء بالرحمن أولا لأنها هذه الصيغة اختصت بالدنيا وهي رحمة متقلبة، يعني الله يرحم العبد مرات متكررة في الدنيا، واضح؟ حتى يصل إلى الآخرة. والرحيم اختصت بماذا؟ بالآخرة وهي رحمة ثابتة، يعني يحتاج الإنسان رحمة مرة وبعدها هي ما يحتاج من رب العالمين، لأنه سيدخل جنة الكرة مثلا بهذا الشيء. فجيء بالرحمن أولا لأنها اختصت بأول الأمر هو الدنيا، وجيء بالرحيم فعيل ثانيا لأنها اختصت بآخر الأمر وهو الآخرة. وأختم قولي هذا بأن أدعو الله أن يجعلنا وإياكم من خدمة القرآن وخدمة الحسين، وأن لا يبعد أو يباعد بيننا وبين يجعل القرآن في قرب منا، وأن يبعدنا عن قربة القرآن، وأن يجعل عاقبتنا مع الحسين ومع القرآن. وأسألكم أن تعفوني عن كل تقصير بدر مني، وأسأل الله أن يوفقكم أولا ويوفقنا ويوفق القائمين على هذا المكان. وأختم قولي هذا في الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. استراحة. شكرا جزيلا أستاذ الدكتور على المصور. العرب نظروا إلى القرآن آنذاك ولم يجاروه بلاغيا، كونهم عرفوا أنه موسوعة معرفية، يعني فيه من الأحوال الشخصية، فيه في الاقتصاد، فيه في القصص الأولية، فيه في كثير من المعارف. فهم إذا أرادوا أن يجاروه عندهم مثلا وحدة الموضوع، يعني أنا ذاك إذا كان شاعران أراد أن يتواريا في قصيدة معينة ينطيهم الناقد
وحدة في موضوع مثلا عن الفرس حتى يكون سهولة شنو؟ سهولة معرفة أيهما أشعر. العرب أنا أقول أدركوا أن الخوف في مجاراة القرآن يوقع في مشكلة كبيرة، وهو الموسوعة المعرفية اللي به هي ما كانت متداولة عندهم آنذاك حتى يجاروا مثلا لغويا وثقافيا، يعني مثلا الأحوال الشخصية مثلا ما كان العرب يتحلون بهذه الكم الهائل من المعارف في الأحوال الشخصية، هاي واحدة من عندهم. اثنين، في تفسير الكاشف للسيد محمد جواد مغنية يقول عندما فسرت أو شرحت كتاب نهج البلاغة قلت في شيء من الغلو أنه قرآن ثان، ولكنني عندما تصديت لتفسير القرآن أدركت أن الفرق بين القرآن ونهج البلاغة كالفرق بين الخالق والمخلوق، وهذا أيضا سبب لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل القرآن فما يمكن مجاراته. مع جزيل الشكر دكتور. يتفضل الأستاذ علي ساجد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أن الدكتور ذكر في مجمل المحاضرة قالها عملية رقمية بإعجاز القرآن، ولو أن هذه العمليات الرقمية لم يوجدها المفسرون المتدينون وإنما أوجدها بعض المطلعين بمعارف الحساب ومعارف اللغة بوجود، وهذا هو خصوصا بعد ما توصل العلم الى ايجاد الكمبيوترات قدروا يلقون، ولكن المفسرين حقيقه اغفلوا هذه الارقام مطلقا، ولم نتذكر ان مفسرا واحدا قد ذكر هذه الارقام بالدقه. الاستاذ ايضا ذكر ان استبدال كلمه قوم لوط باخوان لوط في سوره قاف وذلك لتحقيق العدد أو الرقم المطلوب الذي يقبل القسمة على 13 على 19، بينما ذكر في موضع آخر أن القرآن لا يستخدم المرادفات، فهذا يعني أن كلمة إخوان هي وردت مرادفة لكلمة قوم لكي تبقي الرقم العددي على ما هو عليه، بينما الرؤية التي أنا أراها أن كلمة إخوان جاءت بمعنى إخوان وليس بمعنى كلمة قوم، لأن القرآن يستخدم كل مفردة مثل ما أفاد الدكتور كل مفردة لها معنى خاص. إضافة إلى ذكر مثل الأفعى والحية، ذكر الدكتور أن العرب إذا سمعوا أن الأفعى أن الثعبان يسعى وأن الحية تلقف سيستغربون. بالواقع أن القرآن لم يأتي لمجارات العرب في لسانهم، وإنما هو القرآن هو كلام إلهي بلسان عربي، واستخدم كلمة حية في معناها الحقيقي، واستخدم كلمة ثعبان في معناها الحقيقي أيضا. النقطة الأخيرة أن ذكر كلمة الرحمن والرحيم بأن الرحمن هو مختص بالدنيا، بينما ورد أن في الدعاء الماثور رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، بينما وردت كلمة رحيم بالقرآن بمعنى دنيوي وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما وكان قضية بالدنيا. وشكرا جزيلا. شكرا استاذ علي. الاستاذ احمد الكعبي. نشكر الدكتور على هذه الندوه القيمه. اولا السؤال الاول، ذكرت حضرتكم اعجاز عددي ان الدنيا والاخره ما يقابلها من الاعداد. يعني الان لا تعني نفسي اني دخلت في مرحله اكتشاف وجود القران. ولذلك انا اقول وإنما هو كلام سبقني إليه عدد غير قليل ممن خاضوا في غمار القرآن. أنتم تعلمون حقيقة أن فترة ماضية لعل
الدراسة مثلا على سبيل المثال، عصر اكتنس الكثير من العلوم، ظهرت فيه الكثير من كتب إعجاز القرآن، يعني كتب إعجاز القرآن التي عنونت في هذا العنوان إعجاز القرآن ككتاب الباقلاني وغيره، أو الكتب التي تحدثت بشكل غير مباشر عن إعجاز القرآن ككتب التفسير مثلا التي يعني كتبت في ذلك الوقت في فترة متقدمة. هذا الأمر الذي نتحدث نحن به الآن ما هو إلا تذكرة، ولعل الذكرى تنفع المؤمنين. في خصوص يعني خصوص جوابي على أستاذ سعد الشاوي أن إعجاز القرآن في كل شيء هو هذا أمر وارد، والحديث عن إعجاز القرآن بكل صغيره وكبيره أمر إن وسعته الكتب فلا تسعه الساعات، أو لا تسعه يعني الكلمات، لأنه معجز في كل شيء حقيقة. من باب أنا قاصر عن معرفة الله متعدد. الأول إلى ضيفنا العزيز الأستاذ علاء جبر الموسوي، تتقدم بسكم جميعا إليه بالشكر الجزيل على هذه المحاضرة القيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم دار الحسين الفكرية مؤسسين ورواد وضيوف، نتقدم بالشكر الجزيل للدكتور صابر العيساوي أمين بغداد لما قدمه من خدمة طيبة إلى مدينتنا واستجابته لمطالب وفد من أهالي مدينة الشعب. نشكر شكرا إلى أمين بغداد، شكرا لابن مدينتنا، شكرا حين وجدناه واحدا منا. وكذلك نتقدم بالشكر نفسه إلى أخينا الأستاذ نجم مدير بلدية الشعلة، ما أبداه من تعاون وحسن ضيافة ورقة أسلوب ورحابة صدر. فباسم دار الحسين نتقدم بإهداء درع الدار إلى الدكتور صابر العيساوي، يستلمه الأستاذ عبد الحسين الناصر فليتفضل. الآن يتقدم الدكتور صالح لتقديم الدرع إلى ضيفنا العزيز الأستاذ عبد الحسين، العفو، إلى ضيفنا العزيز علاء جبر الموسوي. الآن يتقدم الأستاذ علي ساجد العزيز إلى تقديم الدرع إلى أستاذنا عبد الباقي فليتفضل. يا الله يا الله. وآخر دعوانا أنه الحمد لله رب العالمين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح موتى الحاضرين جميعا، وإلى روح المرحوم السيد إبراهيم الياسري رحمه الله، من الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. الله.